ماكو شيء اسمه استقرار سياسي أستاذ محمد. أولاً هم كانوا يلتقون ويجتمعون حتى يوصلون إلى غايات معينة، وهاي الغايات وصلوا لها، ومن بعدها تحالف إدارة الدولة يعني ميت سريرياً، هو صار لسنة تقريباً. اليوم شفناهم تحولوا إلى ناشطين مجتمع مدني، يعني باقي لهم بس ينصبون خيم ساحة التحرير ويناجدون. يعني المطالبة بأنه يجب وضع محافظ لديالة هذا نوع من أنواع المناشدة. هاي المناشدة تطلق من ناشط مدني مو من صاحب القرار. أنت اليوم اسمك إدارة الدولة، فأنت من تدير الدولة، ليش تطلع لي بمثل هذه البيانات؟ حقيقة من يريد أن يعمل سيعمل بصمت،